وهلا صار الوقت لنروح لمساحتنا التالية بصباحنا. واليوم شو المساحة اللي حنبلش فيها؟ المساحة القانونية اللي نحن قلنا شوي من سلمين الأستاذة تحت الهواء، وكثير من الأسئلة لأنه فعلا يعني سلمى هذا الموضوع للأسف اليوم ما بعرف ليش نسبة الطلاق عم ترتفع بشكل متزايد، إن كان لضغوط الحياة إن كان مشاكل تانية. ومثل ما بنقول دائما أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولكن هو موجود. فشو هي الحقوق اللي ممكن تحصل عليها الزوجة، وبالنسبة للأطفال شو ممكن يكون وضع الطلاق التعسفي، شو هو شو هي الخطوط العريضة اللي ممكن ينطلق منها المحامي أو القاضي بكل دعاوي الطلاق الموجودة في سوريا. طبعا رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الأستاذ المحامية إيمان حسان. يسعد لي صباحك أستاذة، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أستاذة إيمان. خلينا نبلش مع حضرتك اليوم، نعرف أنه يعني الزواج هو عقد بالنهاية، ولما بده يصير هذا الطلاق فحيكون تفريق أو إنهاء لهذا العقد. حسب القانون السوري أنواع التفريق أو أنواع الطلاق إذا صح التعبير؟ تماماً. هلأ بالقانون السوري عندنا للطلاق أكثر من طريقة. هلأ في عنا الطلاق بالإرادة المنفردة، إرادة الزوج المنفردة، هي بيكون الزوج هو لحاله بده يطلق وبيتقدم لعند القاضي بمعاملة إدارية اسمها طلاق إداري. هون هو مضطر يحط معجل المهر ومؤجله بصندوق المحكمة وبيبعث تبليغ للزوجة. القاضي هون بيعطي شهر للصلح، في حال أصر الزوج على الطلاق بيفرق بيناتهم بقرار قضائي. عن النوع الثاني اللي هو المخالعة الرضائية، وهذا أسرع الأنواع، يعني هو عقد بين الزوجين بيتفقوا على الطلاق وعلى إبراء ذمة بعض يعني، وبيتقدموا على القاضي الشرعي بطلب انه هنين او وكيلهم القانوني طبعا بيوكلوا محامي، وبيتقدموا بطلب تثبيت مخالعه اذا هنين عاملينها خارج المحكمه او باجراء المخالعه مباشره، وبيحصلوا كمان على قرار بالمخالعه. اليوم دائما في سؤال او بعض الافكار المغلوطه، هل القانون السوري انصف المراه فيما يخص قضايا الطلاق؟ وفي حال وجود اطفال هل النفقه هي عادله بالنسبه اذا بدنا نقارنها اليوم بمتطلبات الحياه للزوجه؟ هلا بالنسبه للاطفال يعني حدد خصوصا التعديل الجديد للقانون الاحوال الشخصيه، حدد عمر الحضانه لعمر 15 سنه للذكر والانثى على سواء، وبيتخيروا بعدها انهم يضلوا عند الام او عند الاب. بالنسبه للنفقه، والله النفقه يعني فعليا ما يعني ولا شيء، يعني نعم. اقصى حد عم يحكمه 75000 ليره سوري في حال مثلا وضعه وسط، اذا يسار كثير 100000، 100000 عدم مخزن ما بتعمل شيء يعني فعليا واقعيا، ما هو ما يعني مجحف بحق الاطفال والزوجة يعني. ممكن تكون عامل ضغط كمان على الزوجة اليوم يلي ما أنا قادرة أنفق على أولادها، يعني أقل مقومات الحياة ممكن نحن نلبيها ب 100000 ليرة سوري بظل هذا الغلاء الكتير كبير. فنحن هل في أمل أنه نحن نغير شوي؟ والله في مطالبات، عم بتصير مطالبات أنه بيرفع مقدار، بس بيجي الزوج مثلا يعني هلا إثبات اليسار عم يصعب شوي، مثلا ممكن هو تاجر وكذا بس ما في كتير أملاك باسمه واقعيا كذا، فيعني هون بتصير بقى على طول بيقول لك أنا معسر كل ما بتكون عنا ما معي كذا من هالحكي هاد، وما أخذنا قرار بأكثر من 100000 ليرة سوري يعني فعليا للأسف الواقع. طيب خلينا نحكي اليوم على الإقامة. اليوم في كتير زوجات إذا ما كان البيت باسمهم او هو حاطط لها باسمها بتطلع بيطلعها من بيت الزوجيه، وهي نقطه كثير هامه وادت مؤخرا لبدل حدوث الطلاق حوادث عنف، يعني تتعرض الزوجه لحوادث عنف مقابل انه هي ما تتطلق او ما تطلع برا البيت. يعني قانون الاحوال المدنيه بهذا الموضوع ما ندرس انه يتم تغيير بعض هاي المواد القانونيه اللي هي ممكن تساهم بانه المراه المعنفه او غيرها تاخذ حقوقها؟ هلا في عندنا اجتهادات قضائيه يعني بتقول انه من حق الحاضنه انه يامن لها الاب يامن لها مسكن للحضانه اذا كان هي ما عندها مسكن. على الواقع العملي بتلاقي قبل الطلاق تركت البيت مثلا، اخذت الاولاد كذا يعني، فبتفرق يعني مثل ما بيقولوا فرطت هي تماما يعني، خصوصا اذا البيت مو باسمها، اوقات عقد الاجار اذا مو باسمها ما فيها تضل بالبيت. يعني واقعيا ممكن هي تطالب بمسكن، ممكن يتعذر هو انه انا ما في عندي غير هذا البيت انا ساكن فيه، ما في عندي مجال ثاني، يعني واقعيا ما عم تقدر. وفي حال اثبت وجود اكثر من عقار، هل هي بتستحق البقاء في العقار نفسه حتى لو ما كان منزل باسمه؟ ممكن نعم اقول لك في اجتهادات ممكن هي انه تحتج فيها امام القضاء انه انا ما عندي مسكن وهدول الاطفال بحضانتي ونحن انه بدنا نضل بهذا البيت، ممكن تاخذ ساعه تقرر انه ما يخليها تخلي البيت يعني.
طيب خلينا نحكي اليوم عقد الزواج أصبح فيه شروط، في كتير أشخاص ما بيعرفوا هذا التفصيل، ولكن قبل الزواج في عقد ممكن يصير بين الطرفين تكتب شروط خاصة. في حال قررت أنه هي تطلق، هاي الشروط أصبحت ملزم فيها الطرف الآخر إذا أخذت غير الطلاق، يعني إذا أخذت المخالعة، هل يلزم بهاي الشروط أو لا؟ هلا المخالعة هي اتفاق بين الطرفين، ممكن يتفقوا انه انا اخذ منك مقدم المهر واترك لك المؤخر، او اخذ منك مبلغ مالي او اعطيك مبلغ مالي او النفقه، ممكن يتفقوا، وهي غالبا اللي عم تصير ابراء ذمتهم من كافه الحقوق والشروط وكل ما ورد في عقد الزواج. عرفت شلون؟ هي اتفاق يعني حسب ما بيتفقوا بيوقعوا. طب خلينا استاذه نفصل شوي اليوم يمكن بعض الافكار المغلوطه او عدم الثقافه القانونيه الكافيه بدخل المراه بكثير من المطبات، انه اليوم انا مستحيل احصل على حقوقي، فهي المماطله هي بدون نتيجه، وخليني اطلق باقرب وقت ممكن وهو عن طريق المخالعه. شو مدى صحة هذا الشيء؟ كيف المرأة فيها تحصل حقوقها؟ وشو هي الفترة الزمنية أقصاها إذا بدنا نقول لحتى تحصل المرأة على حقوقها؟ هلا انها ما تحصل حقوقها هذا شيء مو صحيح، بس هي قله الصبر عم تخليني الجا له مخالعه، انه انا داخل ايميليت ما حعطل سنه من حياتي كذا، عرفتي بدي اخلص، بتقوم عم يصير تنازل. اما دعوى التفريق هي مدتها شوي طويله، بس بالنهايه قد ايش شوي استاذه؟ يعني ممكن عندك من 6 شهور للسنه، ممكن تقعد سنه، لانه عندك مثلا دغري شهر صلح، بعدها تحكيم عندك 45 يوم، بعد اوقات حتى حكم المحكمين القاضي ما بيقبل فيه مثلا، بحس يعني انه ما اقتنع فيه، ممكن يعيدوا التحكيم، ترفع تدقيق شهرين، ممكن تبليغ الزوج، يعني في كثير امور عرفتي ممكن تخليها تستمر، فعم تقعد من 6 شهور لسنه. بس بالتفريق بالنهايه اذا كانت الاساءه متساويه او معظمها من الزوج فهي عم تحصل على كامل حقوقها. يعني لازم اثبات الاساءه من اي طرف عم بتكون؟ هلا اي على حكم المحكمين لازم اثبات الاساءه، هن بيسمعوا من الزوج ومن الزوجه، وعلى اساسه بقى يا اما يعني المهر يعني بينقصوا له منه اذا الاساءه معظمها منها. نعم. طيب استاذه ايمان خلينا نروح شوي للاطفال، اليوم نحن بنعرف بالقانون الزوجه اذا طلقت اذا الاطفال بعمر الحضانه فهي اوتوماتيكيا بتروح للام، ولكن اذا ما كانوا بعمر الحضانه او اكبر بشوي تحرم منهم الام مثلا اذا قررت انه هي بدها تتجوز مره ثانيه، بس الاب لا ما بينحرم، الاب اذا بده الاولاد يضلوا عنده حتى لو تجوز مره واثنين وثلاثه، فهذا الشيء ما بيعيق احتفاظه بحق انه هو يحتضن ابنائه. تمام. هلا الحضانه مثل ما قلنا ترتيبها على حسب التعديلات الجديده، الاب الام. تمام. هلا الام هي اذا بدها بتحضن، ما بدها بيروح للاب، او الام اذا تزوجت بيروحوا للاب. بس لما يصيروا عمرهم 15 سنة هنن بيختاروا، حتى لو متزوجة ممكن يختاروا أمهم. عرفتي شلون؟ بعد ال 15 ممكن إذا مصلحة المحضون، أوقات يعني أم متزوجت بس أب أبداً لا يصلح للحضانة، جو حياته في أشياء بتأثر على المحضون، بيسمحوا له القاضي يعني حتى بالقانون إنه القاضي إذا شاف بمصلحة المحضون إنه يبقى مع أمه رغم إنها تزوجت ممكن يخلي مع أمه. طيب اليوم من خلال يمكن أغلب دعاوي الطلاق الموجودة بوقت المحاكم، وهد هي يمكن الدعاوى الكثيرة مثل ما قلنا وكثرت بهذا الوقت، شو هي أكبر الثغرات اللي بتشوفيها أستاذة اليوم إنه نحن ممكن نشتغل عليها، نطالب فيها، نعدل بهي القوانين لحتى يكون في إنصاف بحق المرأة بهذا الموضوع؟ لأنه نحن مع المرأة طبعا. تماما أكيد. وأنا هلا أنا يعني بتمنى إنه يرجع على القانون القديم، ترجع الحضانة من الأم لأم الأم. يعني أنا برأيي إنه أمك يعني أمك أنت أمه للطفل هي أولى وأحن من خالة مرت أبها. لو نعطوا الحضانة للأب مين عم بيضل مع الطفل طول النهار إذا تزوج؟ خالته. تماما. يعني ما في حدا بحنية، يعني أما الست ممكن أم الأم يعني هي تعادل الأم. هلا لغوها هي لغوها صارت للأب مباشرة بعد زواج الأم، وهذا كثير يعني عمل مشاكل للأطفال. يعني عم بتلاقي الأطفال عند الأب عند متزوج مثلا هو يعني ضاعوا. عرفت شلون؟ يا اما بدها توقف حياتها هي ليصير اولاد عمره 15 سنه كمان، يمكن هي يعني بدها تتزوج بدها تكمل حياتها حقها الطبيعي يعني، وكرمال اولادها اوقات عم تضطر انها تضل مع اولادها. طيب بخصوص السفر، اذا كانت الام هي الحاضنه ولكن
ولكن بدها تسافر لبرا، نحن بنعرف السفر بده اذن من من الزوج حتى لو كانوا مطلقين يعني تمام. يعتبر انه بدهم اذن تمام. هل بيسمح لها ممكن تاخذها معهم اذا بدها تسافر ولا لا؟ لا هلا ما بحق لاي من الزوجين في حال الطلاق يعني انه يسافر بالاولاد الا باذن الطرف الاخر، حتى الزوج اذا بده يسفر اولاده والام اعترضت على السفر انه هن بحضانتها او هي يعني بدها اياهم بدها تشوفهم بهالسفر في ضرر بتقدر تعترض يعني ما بيقدر يسفرهم، وحتى هي ما بتقدر تسفرهم الا بموافقه ابوهم حتى لو بالحضانه. حتى يمكن لو ما في طلاق فهو اذن احد الزوجين هو مطلوب في حال سفر الاولاد مع احد الابوين فهو اذن السفر اليوم مطلوب صح؟ تماما، بينزل على الهجره والجوازات على جواز السفر بيبصم له على الموافقه، واما بيعمل لها للام وصايه بانها تسفره اذن سفر. طيب اليوم استاذه يعني من هالوسط اللي نحن عايشين فيه والبيئه كثير بنسمع انه بعض الاشخاص يمكن بيتمسكوا بعدم الرغبه بالطلاق رغم استماته الزوجه بانهاء هي العلاقه اللي ممكن عم تستنزفها وممكن تكون هي علاقه خاطئه، لكن بنسمع كثير انه الرجل رافض للطلاق بشكل كامل وبيقول باي مكان موجود فيه انه انا بدي مرمر قلبها لحتى اعطيها الطلاق، هي الكلمه يلي كثير سمعناها كثير بيقولوها. هل هي صحيحه؟ هو قادر على هذا الشيء؟ قادر ما قادر على هذا الشيء بالقانون، يعني عم اقول لك ماكسيموم سنه تحصل على الطلاق. يعني هلا الطلاق هن اذا متفقين الاثنين بينزلوا بيعملوا مخالعه، الزوج بده يطلق لحاله بينزل بيطلق، بس هون شو عليه بقى هو؟ اذا كان في تعسف بالطلاق فهي بتطالبه بتعويض طلاق تعسفي. يعني إذا كان طلق من طرفه هو لحاله مو بس من طرفه، تعسف يعني لغة أو اصطلاحا تعسف هو شيء لا مبرر له، في ظلم في جور نعم. عليها بالطلاق فهون بتطالبه بتعويض طلاق تعسفي ما بيتجاوز نفقة 3 سنوات وبتاخد مهره كامل المهر والتعويض. التعويض قد ايه ممكن يكون بهي الحالة؟ عم قل لك نفقة 3 سنوات نعم بالشهر عم يحسبوا نفقة للزوجة دفقت عدة بال50,000. طيب خلينا نحكي اليوم خلال هاي الفترة اللي نحن فيها فترة الحرب ظهر أسباب أخرى تدعي المرأة أنه هي تتوجه إلى التفريق مثل التفريق بحجة الغياب، في أشخاص مثلا صار معهم مشاكل مخطوفين ما إلى ذلك، شو الفترة القانونية اللي حددها القانون للمرأة لتعتبر أنه هذا غائب أو ميت فبالتالي هي بحق إلا تتطلق، وإذا ظهر بعد هاي الفترة شو بيصير موقفها؟ تماما. هلا القانون سمح للزوجة بعد غياب الزوج مدة سنة بدون عذر أو مبرر إنها تطلب الطلاق، أو إذا حكم بالسجن لمدة 3 سنوات تستنى سنة ما طلع ساعتها كمان بتقدر تطلب التفريق لعلة الغياب، في حال ظهر في فترة العدة بيقدر يرجعها. هو رجعي بيكون هون الطلاق مو باين، في حال ظهر بعد فترة العدة خلص اللي هي 3 شهور تماما، هي 3 شهور أو 3 حيضات لما تحيض فما في مشكله، هي تعتبر خلص ما بيقدر يرجع قرار حكم مثل كيف اذا رفعت دعوه تفريق هو برات البلد مثلا وبلغته بالصحف وحصلت على القرار فهي طلقتها. نعم. كمان اليوم خلينا نعطي نصائح لبعض السيدات اللي ممكن في تخوف من طلب الطلاق بحكم بعض الأفكار الموروثة وبعض الشائعات اللي بتقول المرأة مستحيل تحصل على حقوقها، أول شيء بتخسره هو الأطفال. طبعا احنا متفقين قديش الطلاق هو كارثي على الأطفال بالدرجة الأولى وهن صاحبين ضرر الأكبر بهذا القرار، بس خلينا نحكي اليوم قد ايه بيكون الطلاق أحيانا منصف بحق المرأة وهو القرار الصائب صح خاصة فيما يخص الأطفال. تماما. هلا أوقات لا أكيد الطلاق هو يعني بيقولوا الضحية الأولى فيه هي الأطفال تمام إنه بدهم يعني بدهم يعيشوا حياة منفصلين أمهم وأبوهم وكذا، ما حيعيشوا حياة أطفال سويين طبيعيين، بس أوقات حدة مشاكل بالبيت أو تصرفات من الأب أو ممكن أوقات من الأم أو جو صار مشحون يعني ما عاد مناسب إنه مو بيئة غير سليمة إنه يبقوا فيها الأطفال، فهو ممكن يكون الطلاق حل بس بالنهاية إنه الأفضل إنه يضلوا مع الأم، يعني هذا الشيء الأفضل، يعني مثل الأم ما في طبعا إذا كانت الأم تصلح ما عندها شيء يمنع حضانتها. تمام اكيد يعني بالنهايه نحن مثل ما بيقولوا جايين نهدي نفوسنا نحن فقط عم نحكي طالما في مجال للصلح هلا ما هدينا نفوس هلا امور قانونيه فقط ثقافه قانونيه ما قلنا شيء من عند الصبح مشان يلي عم يسمعونا هلا بنبلش نرمي فتنه من خلف الشاشات شفت سمعتي لا نحن مو ما هو هذا اخر الحلول يعني اخر الحلول طالما في مجال للاصلاح الافضل الاصلاح اكيد انا لما بيجوا عندي على المكتب بلش بالصلح
شو الأسباب؟ ممكن كذا، ممكن كذا، باخذ وبعطي معه، ممكن بتركهم مهلة، ما بستعجل بالإجراءات شوي، يعني إنه فترة أسبوع فكري كذا، وقت بيجوكي منفعلين. هلا حتى لو كنت أستاذة مثلا موكلة من قبل أحد الطرفين، تستطيع تتواصلي مع الطرف الأخر وتكوني طرف بهذا الصلاح، محضر خير، تكوني طرف بهذا الصلاح، تقنعي، تعطيهم فترة لحتى يراجعوا نفسهم، وبتنجح فعلا هي الأمور؟ إيه نجحت بعض المرات، نجحت. لأنه ليش؟ مثلا بيكون جايين على انفعال أو أوقات مذاكرة، أنا بدي أستغني عنك، أنا بفرجيك مثلا، بدي عرفتي بدي أطلع في بعض الأطراف، بيجوا لعنا غالبا تهديد لبعض، يعني إنه بعض الأطراف تتدخل كمان. تماما، أكيد أكيد، هو عنده ناس وهي عندها ناس اللي كبروا الأمور أكيد للأسف. أكيد. ودائما بنقول الصلح سيد الأمور، خصوصا إذا في أطفال، يعني ما في أطفال كنتوا حرين المين، يعني بكفي حتى. قبل ما نختم حديثنا، أبرز نصيحة بتحب اليوم توجهيها لكل يلي عم بيتابعنا؟ النصيحة إنه يعني تروه، هدو، عرفتي؟ يعني تفكر المرأة إنه أنا رح أتطلق، رح أعيش حياتي ورح أعمل، أنت حتعيشي بس حتخلصي من شيء عم تعاني منه، بس حتعاني من أشياء تانية. تماما، غير اذا في اطفال. هون الاطفال اي شيء حيصير على ابنك بسبب هذا الطلاق، ضميرك، نفسيتك كذا، تقولي لو ترويت لو كذا، ممكن تندمي بوقت مثلا، او هو نفس الشيء الزوج، عرفتي شلون؟ فيعني تروا، في ناس احق تفكروا بمصلحتهم وحياتهم من مصلحتكم. أكيد، يعني بدنا نتشكرك أكيد أستاذة على كل المعلومات اللي قدمتي لها، ونحن بالأخير لازم وظيفتنا أنه نوضح كثير من النقاط اللي ممكن تكون غير واضحة بالمجتمع والثقافة القانونية المطلوبة اليوم بكل أسرة ولكل سيدة ولكل رجل، وقبل ما نفوت بالطلاق وأروقة المحاكم وهي القصص يمكن اللي ما لها نهاية، نعرف نختار صح، كمان نختار صح لحتى ما يكون الطريق بالنهاية الطلاق. كل الشكر لك أستاذة. شكرا لك، وشكرا على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وبنتمنى هيك يكون هي معلومات ومجرد ثقافه نزود فيها لنعرف حقوقنا، والله يبعد مثل ما بيقولوا الخناق والمشاكل عن كل العائلات، وتضل بيوتنا عمرانه بالخير. شكرا لك لوجودك.